عقب أسبوع على نيل 15 وزارة بحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ثقة البرلمان، تنتظر 7 وزارات الأسبوعين المقبلين لحسمها من أجل تجاوز الأزمة الحالية في البلاد وأيضا تنفيذ البرنامج الوزاري وبصلاحيات كاملة. الأسبوعان المقبلان موعد لإكمال التشكيلة الوزارية بحسب نواب، وسط دعوات برلمانية لتكثيف الجهود النيابية والحكومية لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد وعلى الصعيدين الخارجي والداخلي. بإمكانها أن يستثمر هذه الفترة لبناء أسس جديدة للتعامل الخارجي، للرؤى الاقتصادية والتعاون الدولي. حقيقة فرصة ثمينة أمام السيد الكاظمي أن استغلت بيد مستشاريه ومعاونيه بشكل حقيقي وفق هذا التناغم الآن الأجواء الخارجي، أن يمضي بالبلاد سياسيا واقتصاديا وهو الهم الأكبر، وأيضا نزع فتيل الأزمات التي تحيط بالعراق. وكي تواصل الحكومة صلاحياتها بشكل كامل، ينبغي حسم جميع وزاراتها بعد التصويت على 15 وزارة، وانتظار جلسة بعد العيد للتصويت على الأسماء المتبقية وسط خلافات واضحة على أسماء تصر كتلا سياسية على تمريرها. السلطة التنفيذية هي مفصل مهم يمثل النظام السياسي ويمثل إرادة القوة الجماهيرية. اليوم مسؤولية الكابينة الوزارية مسؤولية ليست بالسهلة، عملية توازن سياسي، عملية توازن مجتمعي، يعني محاولة رضا الجمهور العراقي لكثير من المطالب الأساسية التي ينتظرها المواطن العراقي. وكما تعهد رئيس الوزراء ببرنامجه الحكومي، فإن العمل يجري على التهيئة لانتخابات مبكرة وفرض هيبة الدولة وفتح حوار وطني ومواجهة المفسدين بمحددات قانونية وإعداد قانون موازنة استثنائي يتلائم وأزمة أسعار النفط الحالية. الكابينة الوزارية مهنية ونابعة من باطن يعني الحقيقة الوزارات، ولهذا أعتقد أنها ستنجح في القيام بواجباتها وفي حل بعض المعضلات التي تواجه الشعب العراقي وخصوصا المسائل الاقتصادية والمالية. ببرنامج طموح وتشكيلة غير مكتملة، مضت حكومة الكاظمي لمواجهة تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، فضلا عن الصحية، ملفات مهمة بحاجة إلى حلول ترتقي وطبيعة المرحلة المفصلية والحساسة التي تمر بها البلاد. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.